ارتدادات الزلزال التركي لا تزال ترخي بثقلها على الموجودين في غاز عنتاب وضواحيها. من جهة أخرى، تحسن الطقس ساعد في تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، والأم تي في تابعت مع اللبنانيين الموجودين في غاز عنتاب تحديداً أوضاعهم. حصلنا تقريباً من امبارح برا البيت، هلأ رح ترجعنا. رجعنا بس نجيب الأساسيات، مش قادرين إنه نضل بالبيوت، فتنا بس لحتى نغير ثيابنا أو نجيب شيء ناكله. الكهرباء عم تطفي وتضوي كل الوقت، السفر اللبناني عم تتواصل معنا بشكل كثير كبير وعم تجرب تساعدنا بشكل كثير كبير، بس القرار بالإجلاء لا يعود للسفارة اللبنانية، يعود لأفراد هيئة الكوارث. بعضهم تمكن بمجهوده الخاص من الوصول إلى المطار. نحن هلا بمطار غازي عنتاب عم نجرب نطلع بعض اللبنانيين لبرا بمحاولة لأنهم يوصلوا على مدينة تانية، على الأغلب على اسطنبول. غير متاح التواصل مع الجميع لأنه ولاية غازي عنتاب هي الوحيدة اللي بعدها في نقدر نستعمل الاتصالات، كهرباء مرعش وأدنا وهاتاي ومناطق تانية مثل ملاطيا الاتصالات فيها صارت صعبة جدا. المدينة عزلت بالكامل ويتم إصلاح الطريق الذي يصل غازي عنتاب بالمدن الأخرى من أجل إدخال الإغاثة. المخزون اللي كان موجود بغازي عنتاب تقريبا انتهى، هذا الشيء عم بيعقد العمليات الإنسانية، يعني أكل ومي صار صعب جدا. الناس اللي معها بنزين قدرت توصل على المطار، المطار أعيد فتحه لأنه عم توصل عليه طواقم طبية، فبيجي الطاقم الطبي وبيأخذ معه ناس من مطار غازي عنتاب. الوضع مأساوي جدا، بهذه العبارة لخص سفير لبنان لدى تركيا غسان معلم الواقع، وأكد للأم تي في أن هيئة الكوارث والطوارئ أيفاد تقوم بتنسيق العمليات وتنظيمها للبحث والإنقاذ في كل المناطق المنكوبة ولتصل الطواقم الطبية والمساعدات. أيفاد استعانت بالفريق اللبناني ووزعته على المناطق التي هي بحاجة إلى مساعدة فيها. وبحسب معلم، المشكلة هي في الوصول إلى الأماكن المنكوبة، والطرقات السالكة باتت محجوزة لطواقم الإسعاف وقوافل الإمداد فقط. وعلى صعيد اللبنانيين، أكد معلم أن السفارة أبلغت السلطات التركية بأماكن وجود اللبنانيين وبالمعلومات المطلوبة كالصور والأسماء والأرقام، والثلاثاء وصلت الطواقم إلى المناطق هذه وبدأت بعملية الإسعاف.